أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الدلو الاثنين 12 يوليو تموز 2021. مهنيا، عش لنفسك قليلا وما تخشاش انك ترتكب اخطاء، فكلنا لسنا معصومين عن ارتكاب الاخطاء. طريق النجاح دوما محفوف بالصعاب، اذا اردت ان تغير من شيء فذاتك هي الاقدر بذلك. انت دبلوماسي جدا، لذا فاوض حتى تحصل على ما تريد بالضبط. عاطفيا، انت محب للجمال، فلا تتوقع من نفسك ما لا تستطيع هذا اليوم فعله، وعبر عن مشاعرك حتى لو كانت حزينة بشكل يتناسب مع ما تشعر به دون أن تفكر في كبته. صحيا، عليك الالتزام بروتين غذائي بالفيتامينات، غني بيها، البدانة مرض هذا العصر، ابتعد عن كل الأطعمة اللي مسببة للبدانة اليوم، ولا سيما الغنية بالدهنيات والنشويات، فإنقاص الوزن ليس بالأمر السهل. توقعات برج الدلو للرجل: الحياة بكل ما فيها من تقلبات وتغيرات ومصاعب، أنت بنفسك تتحكم ما إذا كانت تريد التفاعل مع الحياة أم تفضل أن تبقى جامدا على هامش الحياة. هناك أشياء من حولك تشعرك بالسعادة، لا تنطوي على نفسك وحزنك يا عزيزي برج الدلو. توقعات برج الدلو للمرأة: هتستمر الحياة في إلقاء الكثير من العوائق والمشكلات في طريقك، عليك التواصل لحل مناسب لكل تلك العقبات ليسهل عليك الوصول لهدفك الواضح أمامك مهما كانت الصعوبات التي تواجهك. لا تكوني مبذرة مع الأشخاص الذين يسعون لاستغلالك، راقبي ميزانيتك وافتحي محفظتك عند اللزوم. عاطفيا للعزباء، تكوني صعبة البنان. مؤشرات برج الدلو اليوم الاثنين: الطاقة 100%، العاطفة 70%، النجاح 90%، الصحة 90%. أرقام الحظ لبرج الدلو اليوم الاثنين: 16 90 40 21. توافق برج الدلو اليوم الاثنين: في الحب مع السور، في الصداقة مع الدلو، في العمل مع الجدي.